بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، لنلتقي بحضراتكم في معركة من معارك الكبار عندما نلتقي في هذا الشوط، وهو ثاني أشواطنا وشوط المهجنات الأصايل الذي خصص للذلل، الذي خصص للحيل. والثمانية كيلومترات هي المسافة التي قررت من قبل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجن في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة، مسائي هذا اليوم 23 من شهر يناير لعام 2016، لتلتقي الأصايل وفئة الكبار ومعارك السيوف التي تتصارع من أجلها الذلل الأصايل. أبدأ مع حضراتكم التعرف على المراكز الأولى ومن المتقدمة في هذه اللحظات، وخاطفة للناموس الأول في هذه اللحظات، محتلة لهذا الموقع، محتلة لهذه المكانة. وهذا الشعار له مكانة كبيرة ومساحة كبيرة أيضا في قلوبنا. هجن الرئاسة تتقدم مع المراكز الأولى ومع المركز الأول في هذه اللحظات من خلال تقدم شواهين. ومقدم لنا شواهين في هذه اللحظات أحد شباب الخبرة وأحد العمالقة الكبار، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، مضمرا ومرافقا لشواهين. المركز الثاني، التقدم من مشكورة القادمة مع المركز الثاني لهجن الرئاسة، يتقدم البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، أيضا مشكورة برفقة شعار هجن الرئاسة، خاطفة للناموس الأول مع شوط المحليات الأصايل. المركز الثالث القادمة هنا في هذه اللحظات ابن صوغان مع المركز الثالث، تقدمت وانطلقت مع هذا الشعار، والملكية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، أحد أقوى الأسماء وأعتاها في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، مشارك معنا في هذا اليوم وفي كل يوم وكل مهرجان. يتقدم المضمر في هذه اللحظات لابن صوغان عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري في عملية التضمير. المركز الرابع، يأتي دور شواهين قادمة مع المركز الرابع أيضا لهجن الرئاسة، مقدم لنا شواهين في هذه اللحظات أيضا البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير. المركز الخامس، التقدم والتواجد من الشاهنية أيضا لهجن الرئاسة، يتقدم المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، متقدما بودياب في هذه اللحظات. بينما اللي وصلت، اللي غير الطموح هي القادمة، هي المغيرة، هي المتسللة، طموح في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. يتقدم الشعار العيناوي الخطير، يتقدم العيناوي الذي ظفر بالنواميس الأخيرة في ميدان الشحانية، متقدم وينطلق في هذه اللحظات النقل إلى المركز الآخر، والقدوم والتمركز والوصول في هذه اللحظات أيضا لهذا الشعار.
تقدم أيضا لحضور المتقدمة بشعار سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان. يتقدم محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير والانطلاق والتواجد لهذا الشعار العيناوي الذي له الحضور القوي ويقدم لنا حضور، وسوف يكون بإذن الله تعالى له الحضور الأقوى في الأيام وفي المواسم القادمة، حيث رأينا في مهرجان جائزة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي حفظه الله ورعاه التي أقيمت مؤخرا في ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة، والمشتريات التي عدت هنالك وانتقلت ملكيتها لهذا الشعار، وكانت هنالك فكرة رائدة وفريدة من نوعها، ولأول مرة من قبل أصحاب السمو والشيوخ ومن قبل سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، حيث المشتريات للمراكز الأولى ومن يقع في المحظور من المحظورات. ادفع الغرامة أولا وتنتقل المشترى للمركز الثاني لإعطاء كل ذي حق حقه ودعم أبناء الخليج، ومن أجل ألا يذهب تعبهم سدى. يا سلام على الدعم والمشتريات والتسعيرات، حفظ الله حكامنا وأصحاب السمو والشيوخ ورعاهم أينما كانوا. العودة إلى هذا الشوط، العودة إلى هجن الرئاسة وإبداعها، العودة للرئاسة وإنجازها، العودة للرئاسة وبروفيسورها، العودة للرئاسة ومشاغبها بل زعيم المشاغبين. يتقدم محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم من تحمل الرقم 11، ولكن عيني على من تحمل الرقم 12. ما شاء الله تبارك الرحمن، على كل ما تراه عيني جميل. تتقدم شواهين ويتقدم أيضا مع المركز الثاني مشكورة المتقدمة المنطلقة مع المركز الثاني، مشكورة لهجن الرئاسة، يقدمها البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الثالث. القادمة مع المركز الثالث الشاهنية مع ثالث المراكز، تقدمت وتواجدت مع المستحيل مقدما للشاهنية لهجن الرئاسة، يقدمها راشد بن محمد بالسم المنصوري. وصلت من تحمل الرقم 12، وصلت من تبحث عن التوقيت 12، وربما أقل من ذلك في الأيام القادمة. وصلت مع هجن الرئاسة وتقدم محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مقدما أيضا لشواهين، واللي وصل الطموح، وصل الطموح وطموحاتها كبيرة، طموحاتها ظافرة، طموحاتها لا تقف عند الإنجازات والمراكز الأولى، بل إنها لأعلى المراتب، لأنها تحمل لنا شعار سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يضمرها محفوظ بن خميس الجنيبي المركز السادس. هنالك أيضا شواهين لهجن الرئاسة مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصراع، العودة إلى النزاع، إلى شواهين، إلى مشكورة، إلى الشاهنية، إلى المنحنى الأخير، إلى المنحنى المثير، إلى منحنى الخطر، الخطر والخطر بالرئاسة يكتمل، ممنوع الاقتراب. الوهيبي سريع الاشتعال، خطر للغاية، يتقدم مع المركز الأول مقدما لنا شواهين. المركز الثاني
المركز الثاني القادمة مشكورة أيضا لحجن الرئاسة يقدمها عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. الشاهنية تتحرك مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، ولكن أوصلت شواهين أخرى، أوصلت مع الوهيبي، أوصلت مع الحمر، أوصلت مع الخطر. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شواهين، إلى الشاهنية، إلى الوهيبي، إلى المستحيل. تحرك المستحيل وانطلق البروفيسور، ولكن أسد الوثبة، أسد الوثبة يتقدم، يتقدم بخطوات واثبة وثابتة مع المراكز الأولى. المستحيل، المستحيل، راشد بن محمد بالسم المنصوري راح بالناموس، راح مع المركز الأول لهجن الرئاسة، لهجن الرئاسة، لهجن الانتصارات، لهجن البطولات. إن لم يكن لترشيحي رأي آخر، من تحمل الرقم 12 قادمة مع الرئاسة وهجنها مع محمود الوهيبي. الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، الشاهنية مع المستحيل غادرت بالناموس، غادرت بالفوز بالسم المنصوري، يتقدم مع المركز الأول مع الشاهنية. لحجن الرئاسة ما زالت مصارعة، ما زالت محاربة، ما زالت في الأمتار الأخيرة، وتقدم أيضا لحجن الرئاسة. ولكن تهانينا لحجن الرئاسة، تهانينا للمضمر راشد بالسم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شواهين لحجن الرئاسة، وثالثا شواهين لحجن الرئاسة مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، رابعا مشكورة أيضا لحجن الرئاسة مع المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الخامس وصلت فيه هملولة لسمو شيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن سالم الجنيبي. إذن متابعينا الكرام في كل مكان 12 دقيقة 35 ثانية بدون أجزاء من الثانية هو التوقيت الذي يتسجل للمهجنات أفضل من شوط المحليات، ليظل هذا التوقيت مسجل الآن توقيتنا الأفضل وبقية أشواطنا مستمرة. 12 دقيقة 35 و4 أجزاء من الثانية. أيضا تهانينا لهجن الرئاسة مع المركز الأول المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري، ومع المركز الثاني محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. 12 دقيقة 37 وجزئين من الثانية التوقيت الزمني. تهانينا لهجن الرئاسة وللمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. نذكر بأن